نحن هنا يا محسنين، نحن في غاية الجوع، أطعموني وأتباعي حتى تنالوا الثواب الذي يناله المحسنون. إنه يا رسول للخليفة جاء يتحسس الأخبار، أخبروه عن ابن رفاعة ورجال ابن رفاعة وما يفعلونه بالناس. الله فيك وفي أمك وفي أبيك. بعد الطعام، فأنت تعلم أنه ساعة البطول تأتوه العقول. ابن رفاعة أصل كل المظالم، ابن رفاعة أكل السحت واعتدى على المحارم، ابن رفاعة أكل أكلنا وتركنا في مجاعة، ابن رفاعة رأيه كله كذب، ابن رفاعة أصل كل الوضاعة، ابن رفاعة. الجنود قادمون، هل نجري؟ لا، لن نجري، يجب أن يعتقدوا أن هذه أرض الأشباح وأن رقصة الجناز ستدور. إذن يجب أن تكون بدايات الأشياء ونهايتها عندي، يجب أن أعرف كل شيء وأن أقف على كل شيء. أنا الوالي، أسب وأشتم في حوالي فسطاط بليل. الأمير عبد الرحمن. الأمير عبد الرحمن، فليتفضل. أمرك يا مولاي. أنتما اخرسا تماما حتى يخرج. أهلا أهلا ومرحبا بالأمير عبد الرحمن. أهلا بك يا ابن رفاعة. أهلا أهلا، تفضل تفضل. مرحبا بك أيها الأمير. لقد قابلت الليث، جلست إليه وتحاورت معه، ووجدته عالما وفقيها عظيما. أما اتهامكم بأنه يثير الفتنة فلا دليل عليه. ومن ضرب رجالي؟ من يضرب الجند؟ هذا هو السؤال الذي يجب عليك أنت بالذات يا ابن رفاعة أن تجيب عليه. من ضرب رجالك؟ إنهم رجال الليث. هرثمة، من حول الليث طلبة علم، فقهاء يحفظون القرآن ويدرسون السنة، يخافون الله. ومن يضرب رجالي إذن؟ من يجرؤ على هذا
وعندنا أنه طرد الجنود بالقوة من قريته. هرثمة، لم تقل إن الفراعنة قد ضربوك لأنك دخلت أرض جنائزهم؟ أيها الأمير، هل تصدقه؟ أهو كذاب؟ ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ أتتهمني يا أمير بالكذب؟ أنا لم أتهمك بشيء، ابن رفاعة هو الذي قال لي أتصدقه. هذا بخصوص الفراعنة. اسمعني جيدا، إما أن يكون الفراعنة قد ضربوا رجالك كما تقول، وفي هذه الحالة يكون الليث بن سعد بريئا، وعليكم أن تكفروا عما اقترفتم في حقه، وإما أنك كذاب. لا نكذب، ضربونا. إذن نذهب للمكان ونعاينه ونرى الفراعنة ونحاول أن نعرف ما أثارهم وأغضبهم. ما أثار الفراعنة وأغضبهم؟ نعم، ما أثارهم وأغضبهم. موعدنا ليلا عند مثلث الأشباح لنرى من الصادق ومن الكذاب. اسمع يا عبد الله بن صالح. نعم. سأسافر إلى الحجاز، وقد أعود من الحجاز إلى الشام ثم إلى مصر، فهل تقدر على هذا؟ سبحان الله، ألست كاتبكم؟ هل ظروفك وظروف بيتك تسمح بالسفر؟ إن شاء الله. أنا سأصحبك حبا وكرامة، واختر لنا يا ابن صالح بعض النابهين ممن يشتغلون بالعلم ليسافروا معنا ليتعلموا علم الحجازيين ويعودوا للجلوس لطلاب العلم. عندي بعض هؤلاء، اذكرهم لي فيما بعد. متى نسافر؟ بأسرع ما يمكن حتى نريح الوالي. والآن يا ابن لهيعة، سألتني عن شرب اللبن وهل منه وضوء؟ نعم. عن عقيل، عن شيوخه، عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. يعني المضمضة فقط مستحبة بعد شرب اللبن ولا وضوء. الحديث واضح، شربت اللبن وأنت على وضوء تمضمض قبل الصلاة، ومن هنا يستحب أيضا غسل اليدين. قلت يستحب ولم تقل يجب. نعم، لأن هناك حديثا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا في مرة أخرى ولم يتمضمض ولم يتوضأ، ولذا نرى استحباب المضمضة من الدسم، وكذا نرى غسل اليدين. هي نظافة، والنظافة مستحبة. والآن يا عبد الله بن عقبة، حدثني أنت. حدد ما تريد. هل تجوز الصلوات كلها بوضوء واحد؟ روى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. في هذا الحديث أنواع من العلم، أذكرها: جواز المسح على الخف، وجواز صلاة الفروض والنوافل بوضوء واحد. إن قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. والذكر المستحب
عقب الوضوء. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إنها جميلة لكنها لا تعرف شيئا، ستحتاج لتعليم طويل. أعلمها؟ سأخذها بخمسين دينارا. مئة، ادفع مئة وخذها. لا تستحق. سأخذها بسبعين. ها، أخذها أو أتركها؟ هات النقود. هات سك عبوديتها. فقدت؟ هذا ينقص ثمنها 15 دينارا، ندفعها لمن يزور لها سكا. تكفي 5. 15، هات الباقي. وقع هنا انك بتات. نعم نعم. انت تعرف مكاني ان سرقت غيري. هكذا تباع الصبايا وتشترى؟ البائع لص والمشتري يعلم انه لص، بل ويشجعه على ان يسرق اخريات. لقد أنقذت حياتك ولم أقتلك أو أشوهك. وأبي؟ أبوك فأر يأرو في جحره، يعيش كما تعيش الجرذان، لن أتعرض له. صدقيني يا حبيبة أنك ستصبحين شيئا مذكورا، وستصيرين إلى أفضل مما كنت فيه إن أجدت استخدام أسلحتي. هل أذهب؟ وما الذي يبقيك؟ أليس للشر حدود أو عقاب؟ له حدود وعقاب بلا شك، لكن هذا ليس من شأننا. ليس في هذه الدنيا مكان للضعيف، إنها دنيا الأقوياء. كيف لجارية أن تصبح قوية؟ لو أن خبري يصل إلي سينقذني كما أنقذني أول مرة، لكن كيف تصل أخباري؟ تقدم. لقد قلت لرفاقي إنني قادم إليك بناء على طلبك، والحرافيش يعرفون ماذا يفعلون إذا سجنتني. لن تسجن، بل ستكافأ مرتين. الأولى الآن، والثانية عندما تنفذ ما أقول.
سنذهب الليلة إلى المثلث المشؤوم وسنضرب. ماذا تقول يا أمير؟ أنا من اختلق مسألة الأشباح، وأنا من يتولى أمرها وبمالي. اضربونا. ولم لا؟ ما دامت هذه رغبتك. اسمع يا عمران، سيتوقف الكثير على ما تفعله الليلة. سأكون عند حسن الظن يا أمير، وسأضربك أنت ومن معك حتى تتشوه. لا يا عمران لا، أنا أضرب ضربا خفيفا، أما الآخرون فأنا لا شأن لي بهم. المهم حذاري أن يعرف أحد أني من ورائك، أو أن يعرف أحد أنك أنت وحرافيشك. الأشباح ساعتها تشنقوا. هذا الذي حدث لكم بالأمس من الأشباح؟ أفي هذا شك؟ ولكن استعذت بالله وبسملت، ومع ذلك استمرت عصيهم تهوي علينا. وهل يملك المرء العقل ليستعيذ، أم أنه يخطئ في الكلام؟ ربما ربما. والعمل؟ أي عمل يا أمير؟ ماذا نستطيع أن نعمل مع الأشباح؟ إذن كيف ستؤمنون الناس؟ وهل نحن مسؤولون عن تأمين الناس من الأشباح؟ المسألة كيف؟ المسألة الواضحة أن الليث لا صلة له على الإطلاق بما يحدث بين مثلث الحارات وبين قصر الجن، وأن اتهامكم له بإثارة الفتنة كاذب، وأن حرقكم لداره خطأ فادح. وهل شكانا لأننا أحرقنا الدار؟ إن الرجل لم يشكو، ولكنكما قلتما لي إنكما أحرقتما داره. يجب علي أن يعلم هو وغيره أنه لا سلطان فوق سلطان الوالي، وأنه يجب عليه ألا يحرض الناس على عدم دفع الجزية. يا ابن رفاعة، إنك تبحث لنفسك عن مخرج، ولكنك مخطئ. يجب أن تبحث عن طريقة ترضي بها الليث. أيها الأمير، إنه يمنع الجند من جباية الخراج، فكيف أستطيع أن أدفع لدمشق وللجند وأنا لا أستطيع جمع المال؟ تلك ليست مهمتي يا ابن رفاعة، ابحث عن طريقة. تفضل تفضل. شكرا يا أبا الحارث. في الحقيقة أنني جئت إليك معتذراً يا أبا الحارث، فقد ثبت أنكم أبرياء من التهم التي ألصقت بكم. ولكن السؤال، هل حقاً تمنع جند ابن رفاعة من أخذ الجباية؟ منعتهم من أخذ الجباية مرتين، ومن التعدي على الدور والناس، ومن أخذ الأبناء أو البنات للعمل في دور الحكام إذا لم يجد أهلهم ما يدفعونه. فهمت. أنت إذن تتهم ابن رفاعة بالجور.
هذا ما يقوله الناس ويشهد به الحال. المشكلة يا أبا الحارث أن الرجل ملزم بدفع مبلغ ضخم لدمشق. والناس كيف يدفعون ومن أين؟ يا أمير، إن الناس إن جاعوا سرقوا وقطعوا الطرقات، فينتهي الأمن وتبدأ الفوضى. الرخاء يجعل الناس والحياة كلها ألين. صدقت، صدقت يا أبا الحارث. سأنقل رسالة إلى أمير المؤمنين، ولكن أما زلت مصرا على السفر؟ لقد نوينا، والأعمال بالنيات. حتى وإن تغيرت الأسباب؟ اشتقت للحج والزيارة ولمجاورة العلماء في مكة والمدينة، ولعل الله ينعم علينا بهذا. اسمعي يا قيثارة. ليس هذا اسمي. سيصبح هذا اسمك من الآن. ولماذا تغيرون حتى اسمي؟ يجب أن تتغيري تماما وأن تسقلي تماما حتى تصبحي درة من الدرر النادرة. إن عندك كل المؤهلات لتصبحي أميرة، ملكة، سلطانة. تشيرين فتنفذ الإشارة، تقولين فيسمع القول. أنا؟ هاتان العينان، هذا العنق، هذا الجسد فتنة إذا انجلى، وسأجليه، سأجعلك درة هذا العصر. غني، غني يا قيثارة. ماذا أقول؟ أبا الحارث، ستحمل القافلة كالعادة من كل شيء؟ نعم. ولما هذا الإسراف؟ كم عدد من سيسافرون معك؟ لن نزيد رجالا ونساء عن 100. أهو جيش؟ من من جواريك تحب أن تسافر معك؟ ستأتين معي، وعليك أن تختاري جواريك وعبيدك الذين يسافرون معك، ويمكن أن نشتري من أي بلد ننزل به إذا لم يكفي ما معنا. كنت أريد أن أحدد ولو بالتقريب حجم القافلة. ولماذا تحددين ورزق الله غير محدود؟ سنأخذ مؤونتنا ونشتري في الطريق بعض المؤونة. سيكون معنا بعض الضيوف، بعضهم نعده ليعود ليعلم الناس، وبعضهم للحج فقط. ورتب الأمور هنا، فقد تطول رحلتنا ويطول بعدنا. قيثارة، لا بد لك من تعلم القراءة والكتابة، فهذا يرفع من ثمنك. أريد هذا لأكتب له. إذن سنبدأ من اليوم، لكن لمن تكتبين؟ لمولاي الليث بن سعد، يجب أن يعرف مكاني وما حدث لي. وما صلتك بالليث بن سعد؟ إنه
بعض أهلي. الليث بن سعد؟ لو عرف ما حدث لي لكان له موقف مع كل من آذاني. لو رأى الليث قيثارة لعرف أني لم أوذها، وإنما أعددتها لتصبح درة يسعى الكل لنوالها. والآن هيا إلى العلم، فالعلم هو السبيل الوحيد للرقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلا. لماذا تغيب يا إبراهيم وتختفي؟ ماذا فعلت بخصوص ابنته يا أبا الحارث؟ كلفنا من يبحث ولم نجد أثرا حتى الآن. لكنك ستسافر كما سمعنا. إن شاء الله. والمفقودة؟ أبنائي هنا ويتابعون المسألة. أشهر الحج لم تأتي بعد، فلما تعجل؟ بعضهم يظن أننا نسعى لفتنة. هذا الوالي سيء يا أبا الحارث. لا تغتب أحدا، ثم أعلم أن السلف الصالح قالوا: إن كان الحاكم خيرا شكرنا، وإن كان شرا صبرنا. السلف قتلوا عثمان عندما ولى من جار على الناس. حذاري، فعثمان بن عفان رضي الله عنه شرف بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وله مآثر أحدثكما عنها إن شاء الله. هل تعلم أنه تزوج السيدة رقية؟ فلما ماتت تزوج السيدة أم كلثوم، وسمي ذا النورين لجمعه بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، شرف كبير. لما حوصر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم. قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن روما لم تكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. وأشياء عددها. هذه بعض مناقب ذي النورين، فأمسك. يا أبا الحارث، أنا أعني ابن رفاعة والي مصر، ولم تكن إشارتي إلى قتل ذي النورين إلا إشارة إليه. ما لك وله؟ رجاله طغوا، لا يكف عن مطالبة الناس بما فوق طاقتهم. الطرق أصبحت غير آمنة، الأولاد تسرق لتباع أو تقتل. عندك دليل؟ ابنة إبراهيم. سنجد الدليل إن شاء الله، وسنعاقب من آذى إبراهيم في ابنته. والآن فإن لإبراهيم صلة ثابتة سيأخذها من الحارث، ولك مثلها. أنا؟ تصلني أنا؟ نعم أنت. ولماذا يا أبا الحارث؟ لنشرف بمساعدتك على العيش. والآن اذهبا إلى عرفات واطلبا ما تشتهيان مما نملك، فهو لكما. هيا لا تتوانيا. ولو كان دجاجة كاملة؟ لك خروف ودجاجة وعشرة دنانير ومئة دينار. لقد سمعنا عنك كثيراً،
ولكن ليس من رأى كمن سمع. حذاري، فالمديح مرفوض. يا إبراهيم. نعم. اختر أجود ثمار الحديقة وهيا وصاحبك إليها. أنا في حلم، خيال، أنا لست أحيا الواقع. أنت لم ترى شيئا، هذا قليل مما يبذل الليل، إنه ليس كالناس. ولكن لماذا يصلنا؟ نحن لسنا شعراء ولا وجهاء، إننا مجرد حرافيش. أحيانا تكون الصلة خدمة لمن تصله، حتى يصون نفسه عن الحرام ويبتعد عما يغضب الله. وماذا يستفيد هو من ذلك؟ يرحمك من أن تندفع في طريق الذنوب، ويرحم الناس من عدوانك عليهم. لست أفهم الرجل. يجب أن تتفرغ له لتفهمه. وكيف نتفرغ له وهو مسافر؟ سافر معه. نحن. ألا تريدان أن تحج وتزورا؟ وابنتي، ماذا لو عادت فلم تجدني؟ أنا في حلم. أيمكن أن أسافر لأحج؟ وفي ركب الليث وفي ضيافته. هذا الرجل الليث بن سعد سوف يصيبني بالجنون. إنه لا يفعل شيئا يا أمير، الرجل غاية في الاستقامة والنقاء. وهذا هو سر غضبي. السر هنا يا أمير، هنا في هذه القاعة. ماذا تقصد؟ أقصد أن في هذه القاعة من يسعى لخلق فتنة بين الأمير والليث، وهما أهل. هذا اتهام خطير يا بشر. الليث يريد هذه الولاية. لا يا أمير، لا، إن الليث لا يريد هذه الولاية ولا غيرها. إنه لا يسعى لحكم مصر أو غيرها، لأنه أكبر من مناصب الحكم وطموحات الحكام. أتهيننا يا هذا؟ عفوا يا أمير، أنا لا أقصد إهانة. ألم تقل إن الليث وهو مولى من موالينا أكبر منا؟ بل قلت إن الليث يرى أنه أكبر من مناصب الحكم وطموحات الحكام. وهذه تكفي إهانة لنا. إذن عليك أن ترضيها. ألم أقل لك إنك قد نسيت كيفية الكلام في حضرة الحكام؟ يا أمير، إن الليث سيسافر إلى الحجاز، هناك سيلقى كبار العلماء والأمراء ورجال الدولة ويسألونه عنك. أهو سيسافر؟ إنه يجهز للسفر، وربما تكون المرة الأخيرة التي يجلس فيها لمريد علمه. إذن يجب أن يكون لنا موقف في هذا، يجب أن يكون لنا تصرف. فيما تفكر يا أمير؟ لا لا لا، أنت بالذات لست أثق فيك. إذن أستودعك الله. في سلامة الله. ها، بماذا تشير علي يا هرثمة؟ يا أمير، أنا لا أشير بشيء، لكني أنفذ ما تراه. ولماذا لا تشير علينا؟ لأني لا أريد أن أتحمل وزر ما سيحدث. هكذا؟ طيب. إذن أنت تريدين الليث بن سعد؟ نعم. هل تحبينه يا قيثارة؟ أرى فيه خلاصي. الليث أمير، ملك. إذن عليك أن تجاهدي لتصبحي صالحة لملك. ألا تراني بعد صالحة؟ لا 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 لا، ما زال أمامك الكثير لتتعلميه حتى تصبحي صالحة له. علمني. حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والمعنى أخروا الصلاة إلى أن يبرد الوقت. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. لست أفهم. المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر وضوء الشمس ما زال في حجرة عائشة ولم يرتفع على الجدار، فمعنى الظهور الصعود، ومنه قوله تعالى: ومعارج عليها يظهرون. لست أفهم. معناه التبكير بالعصر في أول وقتها. وما وقتها؟ عندما يصير ظل كل شيء في مثل طوله. وعن أم المؤمنين عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. والشرح: إن الصلاة موقوتة بوقتين، من ساعة الأذان وحتى دخول وقت الصلاة التالية. فالظهر مثلا يحين عندما تزول الشمس، وآخر وقتها عندما يدخل وقت العصر. أنا لا أفهم. إذا صارت الشمس في وسط السماء وأصبح ظل الشيء أقصر ما يمكن، حان الظهر. فإن صار الظل مثل طول الشيء، حان العصر. وصلاة الظهر ممتدة بين هذين الوقتين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون الصلاة لوقتها الأول. أفهمت؟ نعم. الحمد لله. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والشرح: المعنى أن من فاتته صلاة العصر فكأنما قطع أهله وأهدر ماله وأصيب بهم. والمعنى يشمل كل الصلوات، فمن فاتته صلاة فكأنه انتقص من ماله وأهله. أين ابنتي؟ ماذا لو شويناه؟ حرام. ماذا لو قليناه؟ ماذا لو سلقناه؟ أين ابنتي؟ بعتوها
أين؟ في الشام. الشام واسعة؟ بعتها لنخاس دمشق. أيهم؟ حنظلة الأقرع. وأين النقود؟ في حسابي، في حسابي. الرحمن. إن نارا مشتعلة في أحد بيوت الفسطاط. هذا واضح. أين؟ ربما كانت هناك عند مثلث الأشباح قرب قصر الجن. أتظن أن الفراعنة أحرقوها؟ هذا أمر جديد، جديد جدا علينا وعلى الفسطاط. فالأشباح تضرب لكنها لا تحرق أبدا. مولاي، أنا لا أستطيع أن أتمالك نفسي من طول ما عذبني شوقي إليك. ولا أنا يا لبنى، ولا أنا، فقد شاركتني في حلي وترحالي، شاركتني في أفكاري، بل شاركتني حتى في ألفاظي. حقا لبنى، أنت الحب كله. رغم كل من كنا في حياتك من نساء حرائر وجوار، رغم كل من كنا في حياتي من نساء حرائر وجوار، رغم الدنيا كلها، أنت الحب. أنا لا أكاد أصدق ما أسمع. مولاي، مولاي، أنت حبي وحياتي ودنياي ما عشت. لا تنسى أبدا كم أحبك، وأرجوك أن لا تعذبني ببعدك أو بهجرك عني. أنا لبنى، أنا أهجرك أنت؟ لبنى، أنت رحيق الحياة. يقولون إنك سريع الملل، متقلب العاطفة. في هذه نعم، لكن هل تعرفين لماذا أنا سريع الملل؟ لأن كل من عرفتهن من النساء كن بالفعل مملات. لبنى، المرأة تستطيع أن تأسر رجلها فلا يستطيع منها فكاكا أبدا. لابد أن يكون الرجل متعاونا معها في هذا، متجاوبا مع حبها. أنا لن أتعاون ولن أتجاوب. هل تعرفين لماذا؟ لأنني مشدود إليك يا لبنى، مكبل بأغلال الحب. لك عندنا عملا، نريدك أن تصحب الليث بن سعد في الطريق إلى الحجاز. لا أملك نفقات الطريق. سنعطيك، سنجزل لك العطاء، وعندما تعود ستعمل لنا بشرط أن تنفذ ما نأمرك به. ما هو الأمر؟ لا نريد له أن يصل إلى الحجاز أو إلى أي مكان آخر. هل أنت قادر على هذا؟ إن استطعت سأجعلك ثريا، بل أثرى أثرياء البلدة. سأعطيك مالا وأرضا وضياعا وعبيدا
وكل ما تحلم به. ما رأيك؟ صادق في كل وعد.